يمكن التعادل لا يخدم النجم الساحلي. كرة أخرى في العمق، هاي الكرة اللي عند الدقيقة 40 في خطأ على مستوى عمق دفاع النادي الأهلي أمام الثنائي سعد سمير ومحمد نجيب. خروج شريف إكرامي لم يكن موفقا أيضا، وكان الهدف الأول من العمق وليس من الجهة اليسرى. التمريرة من العمق هنا والتوغل من بنجاح بغداد من أمام عودة أحمد فتحي، ومع ذلك تمكن من فتح مجال التسجيل، لم يكن متسللا في هذه اللقطة. هدف مقابل صفر للنجم الساحلي أمام الأهلي المصري في الجولة الثانية لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. رضوان الفالحي التمريرة كان فالحا فيها وتمكن من إيصالها لبغداد منجاح مفتتحا مجال التسجيل لصالح النجم الساحلي، وفرحة كبيرة عند جماهير النجم طبعا. عند الدقيقة 40 في خطأ على مستوى عمق دفاع النادي الأهلي أمام الثنائي سعد سمير ومحمد نجيب. خروج شريف إكرامي لم يكن موفقا أيضا، وكان الهدف الأول من العمق وليس يمكن التعادل لا يخدم النجم الساحلي. كرة أخرى في العمق، هاي الكرة اللي سفر للنجم الساحلي أمام الأهلي المصري في الجولة الثانية لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. رضوان الفالحي التمريرة كان فالحا فيها وتمكن من إيصالها لمجال التسجيل في الدقيقة 40. هذا بالتالي في مباراة الثالثة لكأس الكونف بعدما سجل الهدف الأول أمام سيو سبور. الجزائري بغداد منجع يفتح مجال التسجيل من الجهة اليسرى. التمريرة من العمق هنا والتوغل من بنجاح بغداد من أمام عودة أحمد فتحي، ومع ذلك تمكن من فتح مجال التسجيل، لم يكن متسللا في هذه اللقطة. هدف مقابل